أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، أجواء مثالية هنا في هذه المباراة قبل انطلاقة هذا اللقاء. أنا فارس عوض محدثكم من كابينة التعليق، ونحن على موعد الآن مع مباراة مثيرة في نهائيات الأبطال، مباراة نريدها قوية ونريد فيها الإثارة كما هو الحال مع هذه الأجواء الكروية الصاخبة. الكل متحمس جدا لهذه المباراة، وأتمنى أن تكون على مستوى الحدث وترضي هذه الجماهير الحاضرة. يبعد الخطورة، وهذه التشكيلة الأساسية لأصحاب الأرض اليوم. في حراسة المرمى يتواجد الأيقونة بيتر شمايكل، رود خوليت سيبدأ مع الأسطورة زيدان في خط الوسط، والأسطورة يوهان كروي في خط الهجوم. محمد صلاح، ممتاز هذا اللعب في استغلال الفرص، يسجل هدف في أولى مشاركاته. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. مبابي، الكرة تصل لثيو هيرناندز، الكرة يفقدها بعد تدخل الفريق الآخر. إشارة استمرار اللعب وإتاحة الفرصة. ديبينيه ملعوبة إلى مبابي، الكرة لا مع الفريق الآخر. هذا هو اليوم المرتقب ويوم مباراة التاريخ، يوم الوصول إلى المشاركة رقم 700 مع النادي. من كان يصدق أننا سنصل إلى هذا اليوم؟ رقم مميز وكبير بكل تأكيد، الوصول لا ليس بالأمر السهل، أكيد وأنه بذل مجهود كبير ليلعب مباراة رقم 700 مع الفريق. فرصة لإرسال كرة في الشباك، تصدي جيد للكرة، قد يشكل خطورة. فرصة تنتهي والكرة تنتقل للفريق الخصم. دفاع حديدي خلص الكرة وأوقف المحاولة. محمد صلاح، من جديد تعود لصلاح. عبيدي بليه، كرة مع محمد صلاح، فرصة خطيرة لصلاح. أي أداء في مشاركة أولى، هدفين في مباراته الأولى. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تذهب للفريق الآخر. بيدري، شو اللي ممكن تسويه حكمة المباراة في هذا التوقيت؟ كرة إلى ضربة مرمى. مافينجا، وصلت لمبابي، بنية خطيرة من مبابي. الكتاب يبين من الغلاف والمهاجم من الأهداف، ثلاثة أهداف في أولى مشاركاته مع ناديه الجديد، هل هناك بداية أفضل من ذلك؟ صلاح في أول ماتش هاتريك، هذه الهدف الأول.
عدى ما بينهم ولعبها. محمد صلاح دي الرأسة ممتاز الأولى اللعب ليوجا في من استغلال ثلاث الكرة رأسات مختلفة، يسجل هدف في أولى ثلاث مشاركاته، رأسات مختلفة في ال... فرصة لإرسال كرة في الشباك، لا هو لازم بس صلاح اللي يجيب جول. تصدي جيد للكرة، كرة مع محمد صلاح، فرصة خطيرة لصلاح، كوبري هوب، اقفل رجلك يا شمايكل. أي ودي الرأسة أهداف في التانية، دي المفروض مشاركة السجدة أولى بس ما بيخلاش تكمل، هدفين في مباراته الأولى، دي السجدة بس ما فنية بيخلاش تكمل خطيرة من للأسف. مبابي، وادي الهدف التالت، ده الهدف ماركة صلاح من فينس.